كملينا معكم صباحنا مشاهدينا وانتقلنا الى فقرتنا الطبيه. رح نحكي عن حمض الفوليك اللي هو كثير مهم لبناء الجسم. هذا الفيتامين هو وفيتامينات ثانيه مهمه وضروريه لكل جسم بالحياه، ان كان الشخص بحاجه فيتامينات ثانيه او عناصر ثانيه حتى كله بيكمل بعضه، ولكن حمض الفوليك اليوم هو بيصنع خلايا الدم. رح نحكي عن أهميته وأعراض نقصه وطرق علاجه، وأيضا كمان له دور كتير كبير عن تحسين وظائف الجسم بشكل صحي. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الصيدلانية جودة عم علي. يسعد صباحك. صباحك حبيبتي، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك جودي. خلينا بالبداية نتعرف أكثر منك عن أنواع الفيتامينات الكتيرة واللي الناس بتعرفيها هلا حاليا. موضة الفيتامينات من وقت كورونا إلى الآن أسهل شيء الواحد يعمله يروح يجيب علبة فيتامينات من الصيدلية وياخدها من دون ما يعرف، من دون ما يعمل تحليل، من دون ما يشوف. خلينا نقول بالبداية أنواع الفيتامينات المهمة واللي عم بنشوف هلأ حالياً نقص فيها وإلها تأثير واضح على جسم الإنسان. تمام. هلأ نحن كتير في عنا فيتامينات ضرورية للجسم، بس أبداً ما بصير إنه نحن ناخد الفيتامين بدون ما نعمل تحليل. صحيح. لأنه أي فيتامين زاد بوجوده بالجسم فهو حيضرني، ما رح ينفعني. فأنا بلجأ للتحليل حسب النتيجة بيكون أنا بحاجة أو لا. هاي أول شيء. نحن في عنا كتير فيتامينات هلأ مهمة للشعر، منها فيتامين حمض الفوليك اللي هلأ نحن بدنا نحكي عنه اليوم. فوليك أسيد، كمان في عندي فيتامين بي 7 اللي هو البيوتين اللي بنلاحظ في منه كتير إبر هلأ العالم عم تستعمله للشعر. هلأ بدنا نحكي عن حمض الفوليك، هو له كتير دور قوي بالشعر. كيف؟ لأنه هو بيقوي بصلات الشعر وبيعطي كتير كثافة، وبالتالي بيعالج لي تساقط الشعر الغير مسيطر عليه. يعني بنلاحظ انه انا عندي تساقط كثير قوي، هون بحل الحمض الفوليك بعدين بشوف اذا انا عندي حاجه له او لا. بالنسبه للفوليك اسيد اذا بدنا نحكي عنه بشكل عام، هو عباره عن فيتامين منحل بالماء، له دور بصناعه كريات الدم الحمراء والحفاظ عليه القيام بوظائفه بشكل صحيح. أهم دور له أنه هو يستعمل لمنع التشوهات الخلقية عند الجنين. يعني أهم شيء من الحمل هي تأخذ هذا الفيتامين، وخاصة بثلاث أشهر الأولى من الحمل. جودي خلينا نحكي اليوم إذا أنا عم عاني من أعراض أو عندي نقص بالحمض الفوليك، كيف ممكن أني أعرف شو ممكن يصير عندي أعراض أنا أعرف هون أنه أنا عندي نقص بحمض الفوليك وشو هي الأسباب يلي أدت لهذا النقص؟ تمام. هلأ أنا بس عملت تحليل لقيت عندي نقص بحمض الفوليك، كيف بدي روح أعمل هذا التحليل؟ حيكون عندي أعراض واضحة، هي شحوب، ضعف، تعب، ضيق بالتنفس. يعني انا بحسها تقريبا فقر دم، لانه انا في عندي فقر دم ناتج عن نقص حمض الفوليك. واذا كان كثير شديد ممكن يصير في عندي احمرار لسان، اسهال، ممكن اوصل لضعف في الذاكره، واحيانا نوصل لاكتئاب. فهذا كثير بيكون اعراض واضحه انه انا بحاجه اني احلل الحمض الفوليك. هيك معناتها كل العالم هلا عندها نقص بحمض الفوليك؟ لا، هو كثير ضروري ومهم وبيشبه فقر الدم، لهيك هو التحليل يعني اختبارات الدم بتقيم لي انا شو الفيتامين اللي ناقص عندي. طيب في بعض انواع الفيتامينات بتدعم وبتثبت الفيتامينات الثانيه بالجسم وبتحسن عملها، مثل المغنيسيوم، الزنك. في كثير بنسمع انه ممكن انت تكون عم تاخذ هذا الفيتامين بس لوحده ما بيكفي، انت بحاجه لعنصر ثاني ليقويه ويدعمه. خلينا نحكي شوي عن بعض هي الانواع لنعطي فكره عن. تمام. هون بنلاحظ بيحكوا كثير عن فوليك اسيد والحديد. هلا هن بيجوا بالتزامن مع بعض، دكتور بيوصفوا بس هن شيء مختلف عن بعض، بس بيوصفوهم بحالات فقر الدم لانه الاثنين مسؤولين عن تصنيع كريات الدم الحمراء، بس هذا الرابط بيناتهم، فهن بيعوضوا الدم المفقود. يعني لحاله فقر الدم بيعالجوها سوا لما نستعملهم سوا. يعني مو ضروري يكونوا موجودين سوا، لانه نادر لما تشوفي عنصر فيتامين موجود لحاله، لازم يكون عن في عنصر مكمل له بنفس الوقت. عندك الفيتامين سي او الزنك بتلاقيهم كثير حلوين مع بعض، ما لهم دخل. هنا بترجع لحالة المريض، تحليله، يعني كل مريض هو خاص، ما يعني تجربة خاصة بدها تكون، ما بتكون مطبقة على الكل. هنا كلهم لحال.
طيب خلينا نحكي عن فكرة اليوم، كيف الشخص بياخذ الفيتامين؟ يعني أنا في أوقات معينة، في أشياء معينة، محظورات معينة، مثلا الحديد بيقولوا لك ما لازم يتاخذ وتاكلي بعده مشتقات الألبان والأجبان لأنه بتخفف من امتصاصها. طيب. بعض الأنواع لا، مثلا لازم تشربي شيء فيه فيتامين سي مشان فيتامين د. تمام، خلينا نحكي بالنسبة لحمض الفول الفالك الفالك أسيد كثير سهل، هو ضروري بس إنه بعد وجبة غذائية فقط يعني فطور غدا ما بتفرق ما بتفرق شو ما كانت، المهم بعد وجبة غذائية ومرة باليوم. أهم شيء الفلك أسد هو عند الحامل، خاصة بثلاث أشهر الأولى، لأنه هو مسؤول عن تكوين الأنبوب العصبي عند الطفل الجنين، وخاصة في ملاحظة بيقولوها إذا أنت عندك نية ليصير في حمل بلش خديه قبل بثلاث شهور. يعني لازم ناخده أول ثلاث شهور الأولى، وإذا فينا عنا يعني نية ناخده قبل ثلاث شهور، هو كتير ضروري بتكوين جهازه العصبي والدماغ، هو كتير ضروري الحامل أنه تتابعه، وبيتوقف الأسبوع 12 من الحمل. طيب في ناس بيكون عندها نقص كبير بهذا العنصر بجسمها، فبتقوم شطارة منها بتاخد حبتين باليوم، بيكون هو لازم حبة واحدة جرعة واحدة. في حال أخذ هذا الشخص حبتين أو ثلاث حبات أو جرعة زايدة من فوليك الأسيد، شو ممكن يصير عنده؟ مخاطر أو أعراض ممكن تكون مخاطر كبيرة ولا أعراض عادية ممكن الواحد يتلافاها؟ هلا هو دائما مثل ما قلنا كل شيء زاد ضر ما نفع، فنحن خاصة الفيتامينات هي معنا لعبة، لازم ننتبه لهذا الموضوع. يعني هو أخذ حبة فات حاله، أخذ حبتين فورا ضر حاله، يعني هي الجرعة زايدة شو ممكن يصير معه؟ رح تعمل لي أضرار، بتبلش الأضرار تعب، حيرة، ارتباك، رح يصير في عندي فقدان شهية، ممكن رائحة فم كريهة، هاي بالجرعات الزائدة يعني القليلة، لما تزيد عن حدها رح نوصل لأمراض، يعني تخيل ممكن يصير عنده أمراض قلبية، أمراض عصبية، ممكن توصل حتى للسرطانات، يعني فهو كتير أذى حاله. فهو لعمل تحليل، شوف الجرعة اللازمة، اتبع الجرعة اللي أوصل فيها الدكتور. ممكن يصير على المدى البعيد ولا فورا؟ طبعاً على المدى البعيد، يعني بجرعة كمان أو جرعة كتير زائدة. طيب دكتورة جودي خلينا نحكي كمان، اليوم في كتير ناس بتميل انه انا صح عندي نقص فيتامينات، بس بدل ما اخذ حبة 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 خليني روح اجيب الفيتامين الشامل، وهون بنعرف انه هي التركيزات فيها ما بتكون مثل لما واحد بياخد حبة كل نوع لوحده. تمام. هل تنصحي بهذا الشيء او لا؟ حتى عند سيدات الحوامل هلا صار ما بتاخذ مثلا فيتامين اللي ناقصه، بتاخذ فيه انواع مثلا انه هذا اسمه للأمومة، انه هي حبه شامله، شو الافضل؟ هلا كمان بترجع حسب الشخص، حسب الفيتامين شو اللي ناقص وقد ايه نسبته عنده، يعني ما في شخص مثل الثاني. بالنسبه للحامل كثير بدها تدير بالها، لانه اي شيء زايد هو ممكن يعرضها لخطر. بالنسبه لفيتامينات الامومه بتتاخذ بعد الشهر الثالث، بالثلث الثاني من الحمل بنبلش ناخذ هاي الفيتامينات، وبترجع مع مراقبه الدكتور، يعني هي ما بصير المراه الحامل تتصرف لحالها ابدا. طيب في اشخاص حساسين كثير تجاه بلع الأدوية، أو معدتهم ما بتتحمل أي نوع من الأدوية، بيكون عندهم مشكلة بهذا الموضوع، وين ممكن يلاقوا الفوليك أسيد بالأطعمة، أو ممكن يتعوض بشكل كامل من خلال الأطعمة؟ تمام، ممكن نلاقيه بالأطعمة اللي نحن بنتعامل معها بشكل يومي. يعني أنا في عندي مصادر الأطعمة هي خضروات خاصة ذات الورق الأخضر، فواكه خاصة الحمضيات مثل البرتقال، الليمون، بنلاقيه بالمكسرات، بنلاقيه بالبازيلا، فهو موجود بالأطعمة اليومية. يعني في ناس ما بتكون أصلا نسبة عندها بحاجة إنه تلجأ لدواء، إنه من الأطعمة اليومية ممكن تكون كافية لإله. ممكن كمان يتعود. إيه تمام، ممكن يتعود. طيب شو الشغلات اللي انت بتقولي انه هي مخاطر، يعني بتنصحي الناس انه ابدا ابدا ما تاخذ هذا الفيتامين الا اذا انت فعلا خاضع لتحليل وبتعرف؟ يعني هلا فيتامين سي في كثير ناس بتاخده انه ما كثير بضر، يعني هو منشط او بيساعد على كثير امور، ناس وقت ترشح احيانا تاخذ فيتامين سي، والا في بعض الفيتامينات ناس بتخاف منها مثل الاي البي، تراكمه ممكن يعمل نتيجه سلبيه، دي يعني في كثير انواع بنسمع عنها، فشو بتشوفي حدا؟ هلا في عندك، بما انه نحن عم نحكي الفلك اسد والحامل، في فيتامين اي هو كثير مضر على الحامل، حتى ككريم فيه فيتامين اي نحن بنبتعد عنه، مثلا مشتقات الريتان وكذا، هدول كلهم اي شيء فيه فيتامين اي لازم الحامل يبتعد عنه. شو بيأثر؟ لانه هو المسؤول عن التشوهات الخلقيه للجنين، فتطور اعضاء الجنين مع فيتامين اي بنلاحظ صار في عندنا فورا تشوه خلقي. لهيك بيقولوا الحامل لازم تبتعد عن اي دواء فيه مشتقات فيتامين اي، فهذا
هذا كمان بيكون هذا الفيتامين الخطر على الحامل. طيب بدون حمل انا فيني اخذ الفيتامين اي لحاله؟ ايه طبعا عادي ما بيأثر، هو بترجع بيجي مو انا بيجي باخذه مع بعض تمام، ولا لازم فيني اخذ الواحد لحاله؟ لا لا فينا كل واحد لحاله، هن ما ننشرط سوا، بس دائما بيكون فعاليتهم او لنحصل على النتيجه المطلوبه ممكن يكونوا دامجين اثنين سوا، بس هن مو شرط يكونوا سوا. خلينا نسرق معلومه ضد الريتان، في الصبيه تاخذ الفيتامين اي لحاله بدون ما تلجا للريتان؟ هو فيتامين اي من يعني الريتان مشتقات فيتامين اي، فيه حمض الريتانويك هو مشتق بيعمل لي الريتان. كمان هذا الشيء ما بصير نحن ناخده فورا للريتان، لانه في حالات خاصه بدها دكتور جلديه، بدها تشوفي نوع البشره مختلطه دهنيه، بدنا نعرف نحن شو نوع البشره وهل هي بحاجه الى ريتان، لانه الريتان دواء قوي ما نو صعب وما نو خطير وفينا ناخده، بس هو له حالاته الخاصه، فانا ما ليه الجأ اني انا استعمله وهو له اضرار وانا ماني بحاجته. له اضرار كمان للريتان، اذا انا عم باخده لازم كل 6 شهور انا اعمل تحليل للكبد، وظائف الكبد لازم انتبه لها، لهيك اذا انا ماني بحاجته ماني ما في داعي انا اخده. اكيد. طيب بشكل عام القاعده المعروفه انه انا ما اخذ اي نوع من انواع الادويه او الفيتامينات من دون ما اعمل تحاليل والجا لطبيب مختص، في اي نصائح بتحبي تقوليها اليوم لكل الناس اللي عم بتتابعنا بخصوص الدواء بشكل خاص؟ تمام. الدواء ما انه لعبه، ضروري نحن اذا انا حسيت باي اعراض الجا لدكتور واستشاره، بالنهايه انا في عندي دكتور في يعطيني الحل، ليلا جرب وانا اذي حالي او اخذ من تجربه غيري. تمام. هاي كثير غلط انه انا اسمع نصيحه ولا انا تعبت اخذت هذا الدواء، هذا غلط، لانه كل جسم هو تجربه لحال، بروح على الدكتور بعرف حالتي بعالجها، وهيك انا بكون لا ضريت حالي وعالجت حالي، وكثير هيك بيكون الموضوع يعني اسهل وفدت حالي انا. طيب خلينا هيك نخص شوي الأطفال، ممكن يكون من بداية ولادتهم يكون عندهم نقص بهذا الفيتامين اللي هو كتير مهم لتجديد خلايا الدم، كمان ممكن يخلقوا عندهم نقص ولا بيصير؟ هلأ إذا هي الحامل دارت بالها وأخذته بالوقت المحدد يعني كثير نادر لنلاقي هاي الحالات، لانه هي دائما دكتور فورا انت حامل خذي هذا الفوليك اسيد، فهي بتتابع حالها. في حال ما اخذت طيب ما انتبهت على حالها؟ هلا اكيد يطلع عنده تشوهات خلقيه، بالنهايه هي يعني ما حمته طبعا، مو اكيد اكيد، بس هي الاغلبيه هيك. بدي اقول لك انه قبل كيف كانوا يحملوا وما ياخذوا، لا الاغلبيه اساسا بوجود الفيتامينات تمام الاغلبيه، خاصه هي الشفه المسننه بتكون هاي بتكون ناتجه عن نقص حمض الفوليك. عم بقول لك هو اعراضه ممكن تكون بسيطه اذا ناقص عندهم للجنين، بس هو يفضل المراه الحامل تاخذه يعني وتحافظ انها تنتبه على هاي الفكره. اكيد. بالختام بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وشكرا لك لمشاركتك. شكرا لك. اكيد دائما الغذاء والدواء هن مصادر مهمه جدا للجسم لتحميه، ولكن اذا استخدموا بالطريقه الصحيحه. شكرا لك. اكيد. شكرا لك دكتوره جودي، وبدي اتمنى لك بقيه نهار سعيد، وشكرا اكيد لكل النصائح اللي قدمتي لنا اياها. تسلمي يا رب. اهلا وسهلا.